معكم دكتور فايق سلمى، اختصاصية في طب الأطفال بمدينة الدار البيضاء. ألوغ غنهضرو في الأول على التوأم السيامي ولا لي جومو سيامو. ألوغ هما هاد لي جومو كينجو كيف ما الناس كاع كيعرفوا، لي جومو هما واحد البويضة، لي فغي جومو تكون واحد النتيجة تاع الانقسام ديال البويضة ملي كتلاقى مع الحيوان المنوي كيتقسمو في العود. ما يعطيونا جنين واحد كيعطيونا جوج العجينة. الوغ التوأم السيامي شنو كيوقع؟ في اوليو باش كيعطيونا جنينين كيعطيو جنينين مفرقين، كيعطيونا جنينين اللي كيكونوا ملاصقين، يعني الانقسام ما كيكونش تام، كيكونوا ملاصقين مع واحد العضو. دي فوا كيكونوا ملاصقين من الراس، دي فوا كيكونوا ملاصقين من البطن، بعض المرات من القفص الصدري، وبعض المرات كيكونوا ملاصقين من الرجل. الوغ لو بروبليم اللي كيوقع هو واش هاد الوليدات نقدروا نفرقوهم ولا ما يتفرقوش. الوغ كيكونوا بعض الحالات اللي كيكونوا واخا ملاصقين كيكونوا في واحد العضو اللي بحال قلتي مثلا الكبده، مثلا ملاصقين عندهم كبده وحده، ولكن العروقه تاع كل واحد مفرقين. يعني لو شيرورجي كيشوف ملي كيديروا مجموعه ديال الفحوصات، دي سكانير، دي ايكوغرافي في الاول، وهذا كيشوفوا واش هذوك لي زورغان غادي نقدروا هذوك الوليدات نفرقوهم ولا ما نفرقوهمش. حيت زعما واش بحال مثلا الطفل كيف قلت لكم كمثال اللي كيكونوا مثلا موجودين بالنسبه للكبد، ولكن العروق ديال الكبد تاع كل واحد مفرقين، يعني كيقدر انه يعيش غير طرف ديال الكبده، يا اما لا مواتي ديال الكبده ولا ثلث ديالها، ماشي مشكل. باغ كونطخ دي فوا كيكونوا عندهم مثلا هما جوج، ولكن بحال قلتهم شاركين مثلا في القلب. مثلا القلب ما يمكنش باسكو الا بغيت تفرقهم بحال الاخر كتحكم عليه بالموت، وفي هذه الحاله لا شيرجا ما كيقدرش ياخذ هذه لا ديسيزيون. وفي هذه الحاله كيكون الفرق ديالهم باش يفرقوهم تيكون صعيب، وكيكون الحل هو انه كيخليهم بحال هكا. سا ديبون على العضو، سا ديبون على حيت راه يكونوا مشاركين مثلا في كبده، ولكن كل واحد كل كباركا كل واحد وكيدير على حسب العروق منين دايزين، على حسب واش شاد في ليكستريميتي ديال الكبده ولا في الوسط، داك الشيء سيعود سي نحسموا فيها في اثناء الحمل. هذا هو زعما السبب اللي كنقولوا للنساء بانهم خصهم يتبعوا الحمل ديالهم، حيت ماشي تنجيو نبغي نولدوا المراه عاد حتى تولد عاد نكتشفوا باللي عاد لو ميدسان كي مثلا يحل سيزاريان وكيحل كيلقى دي جومو سيامو، كتكون بعدا ليه هو صدمه، وكتكون لا فامي صدمه، وكتكون حتى لا بريزون شارج ما كتكونش بروغرامي. الوغ هادشي علاش كنقولوا كدار واحد ليكوغرافي في لو دوزيام تريمستر عند لا فام انسانت اللي هي سيستيماتيك. سي ليكوغرافي دوزيام ما بين هي ما بين 3 شهور، ما بين 3 شهور و 6 شهور. الوغ تما كدار في 24 سيمين، وهذه هي اللي كتبين كيديروا بحال قلتي اون ايكوغرافي باش كيعرفوا واش ما كاينش شي تشوه، كيشوفوا الدماغ كي داير، كيشوفوا العينين واش غيتزاد بعين ولا ما غيتزادش بعين، واش غينقص له شي يد، واش نقص له شي رجل، واش عنده كلوه وحده ولا عنده جوج، واش البلعوم ديالو هابط حتى المعده ديالو ولا ما هابطش وحاصل في النص. يعني كاينين بزاف لي مالادي اللي كنعرفوهم، وملي كنعرفوهم في الحماله كنكونوا ديجا بريباري. يعني الجينيكو اللي غادي يولد كيعلم البيدياتر، والبيدياتر اذا كان شي حاجه شيرورجيكال كيعلم لو شيرورجيان باش هذاك الوليد كيخرج يتبروغراما ينعس في ان سيرفيس دو ريانيماسيون، وتكون عنده اون بريزون شارج بريكوس. مي الوليد فاش كيتزاد كتكون واحد ديجا المراه فاش كتسنى وليد يتزاد كتسنى غير الفرحه، ملي كيتزاد وليد عنده بزاف د المشاكل، عنده الماء في الراس ولا عنده شي مالفورماسيون ولا شي حاجه، كتكون بحال الصدمه ديجا ليها هي، وعاد للطاقم الطبي باش عادي اورغانيزي كل شيء دون زين سيتياسيون دو ستريس سي ديفيسيل. يراقبوا الحمل ديالهم خصهم المراه قبل ما
دابا تبارك الله ولات عندنا انترنيت ولاو عندنا لي سونتر دو سونتي كاينين ولاو عندنا زعما لي ميديسان كاينين وهذا خص لا مامو وتقلب غير في انترنيت وتشوف شنو هما النصائح وخصها تقاد التغذيه ديالها وخصها تتبع الحمله ديالها اون فوا اي طومب انسانت تمشي عند ان ميديسان اللي غادي يتبع ليها يعطيها التحاليل تعرف الفصيلة الدم ديالها كدير دي زيكوغرافي تاع البرومي ودوزيام وتروزيام تريمستر وتتبع الريجيم زعما خصها تاخذ هذا فوالا نظام غذائي تبع واحد النظام غذائي متوازن وما تحاول ما تاخذش الوزن بزاف باسكو هذاك الشيء كياثر على الجنين تحاول تبعد مثلا النساء اللي تدخنوا واللي كياخذوا بعض لي هذو المخدرات وداك الشيء يحاولوا يستغلوا الفرصه ويقلعوا على هذه العادات السيئه باش تحمي راسها وتحمي الطفل ديالها من بعد.